شركة وضعت جائزة عند محل تجاري، ووضعت على هذه الجائزة مسابقة ولا يشترط لها الشراء، فما حكم المشاركة فيها؟ اترك الجوائز هذه اللي يحطونها على المبيعات وعلى، اتركها، لا تنخدع بها، هذه دعايات، وأيضا هذه فيها مضرة على التجار الآخرين الذين لا يعملون هذه الجوائز، صرف للناس عنهم، صرف للزبائن عنهم، لا يجوز هذا. نعم.